الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، ودبر عباده على ما تقتضيه حكمته، وكان بهم لطيفا خبيرا. له ملك السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، ولن تجد من دونه وليا ولا نصيرا. وفق من شاء من عباده بالطاعات ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأولئك كان سعيهم مشكورا. وخذل من أعرض عن ذكره واتبع هواه، وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. العارفون بنور وجهك آمنوا، عافوا بحبك نومهم فتهجدوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وكان الله على كل شيء قديرا. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هو الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أحمده حمد مقر بفضله، معترف بإحسانه، مثن على جميل عطائه سبحانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت يوم العرض من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. أما بعد، معاشر المسلمين، إننا على أبواب أيام مباركة، إنها مواسم للطاعات، أيام نفيسة وساعاتها ثمينة. أفضل أيام العام قدرا، وأعلاها منزلة وذكرا، رحمة من الله لعباده وفضلا، ليعمرها المتسابقون بما يقربهم منه، ويستغلها المتنافسون بما يحببهم إليه. والعاقل البصير لا يقبل أن تمر عليه مثل هذه المنح الربانية والهدايا الإلهية مروراً عابراً، دون أن يكون له فيها نصيب مما أودعه المنان الكريم فيها. وما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام، إنها درة الأيام. في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران الله ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال ميمون بن مهران التابعي رحمه الله: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟
قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. هذا بيان نبوي شريف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وحث منه صلى الله عليه وسلم على اغتنامها. فحري بنا، حري بنا أيها الأحبة، إذا سمعنا كلام الحبيب عن فضل شيء من الأعمال أن يؤثر ذلك في نفوسنا، وألا تكون المسألة عندنا فقط معلومات نجمعها دون أن يكون لها تأثير في حياتنا. ما هو تأثير قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ كيف يؤثر فيك هذا الكلام؟ هل يدفعك إلى أن تصلي صلاة الضحى وتداوم عليها في هذه الأيام العشر؟ ما تأثيرها عليك في قراءة القرآن؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بعضنا ربما ختم القرآن في رمضان مرة ومرتين وثلاثة، وربما مر عليه الشهرين ولم يفتح كتاب الله سبحانه وتعالى. هل سيدفعك حث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقول: والله أنا سأختم القرآن خلال هذه العشر بإذن الله، فأقرأ في كل يوم ثلاثة أجزاء لأختم القرآن في هذه العشر؟ هل سيدفعك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة والبذل فيما أعتاك الله سبحانه وتعالى؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم، تقول لنفسك: سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأبادر في ذلك، سأبادر في فعل الخيرات وترك المنكرات. والصدقة سينفعك فيها في الحياة قبل الممات. كم من مشكلة وقعنا فيها ثم يسرها الله وحلها بسبب صدقة تصدقنا بها. كم من مصيبة نزلت بك فخففها الله عنك أو رفعها بسبب صدقتك التي تصدقت بها. كم من ظلم كان سيقع عليك ثم رده الله تعالى عنك بسبب صدقة تصدقت بها. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على اغتنام هذه الأيام والساعات الفاضلات، وأن يجعلنا تعالى فيها من المقبولين. أستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها المسلمون، إنما ذكرنا من كرائم هذه العشر وسقناه من فضائلها كاف لانتقاص لاقتناص غنائمها واستغلال خيرها بكل ما يقرب العبد إلى ربه ويدنيه من خالقه. ومن العمل الصالح في عشر ذي الحجة صومها، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صامها كلها. فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة. وروى مسلم عن سعيد بن المسيب قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار
من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وسئل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. والغريب يا مسلمون، الغريب أن يجتهد البعض في رمضان ولا يجتهد في عشر ذي الحجة، ما أن أفضليتها أعظم من رمضان وحتى من عشره الأواخر، لولا أن فيها ليلة القدر، وإلا لكانت ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. عباد الله، إنها عشر ذي الحجة، ألا هل من خاطف لثمارها؟ هل من خاطف لثمارها؟ هذا وأكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. فقد أمركم بذلك مولاكم إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء هذا الدين يا ذا القوة المتين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أيامنا، بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في علمائنا، بارك لنا في إخواننا، بارك لنا في أخواتنا، بارك لنا في مساجدنا، بارك لنا في بيوتنا، بارك لنا في أولادنا، اجعلنا مباركين أينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في هذه الساعة المباركة والخطباء على منابرهم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا استفرجت به فرجت، نسألك أن تفرج كرب المكروبين، وتقضي الدين عن المدينين، وتفك أسرانا وأسر المأسورين. اغفر الذنوب واستر العيوب واكشف الكروب، واشف المرضى وعاف المبتلى وارحم الموتى برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، وأدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والطمأنينة والرضوان، وأسكننا وإياهم أعلى فراديس الجنان من غير سابقة عذاب ولا عقاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أعلى وأجل وأكبر. وأقم الصلاة.